جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما صحة هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف ليس رحمة وإنما هو شقاء، والواجب الاجتماع على الحق في هذه الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فواجب الأمة الإسلامية الاجتماع على الحق واتباع الكتاب والسنة، وأن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإذا حصل اختلاف في الاجتهاد في المسائل الفقهية فإن الواجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما ترجح بالدليل، هذا هو الواجب عند الاختلاف الفقهي. أما الاختلاف في العقيدة فإنه لا يجوز، لأن العقيدة ليس فيها اختلاف، إنما هي توقيفية مبنية على الأدلة الشرعية، وليس فيها مجال للاجتهاد حتى يحصل فيها اختلاف. إنما الاختلاف فيما فيه مجال للاجتهاد وهو المسائل الفقهية، ومع هذا يجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم المختلفين في الاجتهاد. نعم.